هذه هي الكميات الأولى من المياه المستخرجة من أحد الآبار العشر التي يتم حفرها في حقل التجميع المائية بدائرة بني ونيف، والتي سيتم تحويلها نحو دوائر بشار، العبادلة والقنادسة. الأشغال بها على وشك الانتهاء، أي ما يقارب 95% هذه الآبار، إضافة إلى أربع محطات ضخ، والأشغال بها متسارعة، زائد بئرين استكشافيين. ناهيك عن مشروع إنجاز خزانين مائيين كبيرين، أحدهما بسعة 20,000 متر مكعب وآخر ب 15,000 متر مكعب، تمون انطلاقا من الآبار العشر. كل هذا يهدف الوصول إلى تحويل 350 لتر في الثانية، أي ما يعادل 35,000 متر مكعب يوميا. العملية هذه تدخل ضمن برنامج استعجالي واسع لتجنيد الموارد المائية الجوفية للولاية من أجل سد حاجيات الساكنة بهذه المادة الحيوية التي يكثر عليها الطلب، وبخاصة في فصل الصيف. وقد أسندت أشغال إنجاز هذا المشروع الضخم لعشر شركات وطنية كبرى في مدة تستغرق 6 أشهر، والأشغال حثيثة حيث بلغت مرحلة متقدمة من الإنجاز تفوق 50%. Le projet est composé de 11 lots. 11 entreprises sont chargées de la réalisation du projet qui se compose de 10 forages de 35 litres seconde, d'une conduite de 182 km en deux parties, une partie en acier et une partie en PRV. 5 entreprises sont chargées de la pose de la conduite. Une entreprise chargée de la réalisation de 2 réservoirs, un réservoir 15 000 mètres cubes tampon et un réservoir de 20 000 final au niveau de la ville de Béchar. Deux entreprises sont chargées chacune de la fourniture de 90 km de conduite en acier et en PRV. On compte livrer le projet durant le premier trimestre de l'année 2019. هذا القطب المائي سيسمح في حال استكماله من الحد نهائيا على معضلة توفير المياه الصالحة للشرب لساكنة الولاية.